هناخد محصلة كودين 30 كيلو. هو بيقول لك لو انت عندك قوتين كده، دي قاف واحد ودي قاف اثنين، بينهم زاوية ايه؟ بينهم زاوية ايه؟ طيب لو انت عايز تجيب محصلة القوتين دول، فانت عايز تجيب محصلة القوتين دول يعني تجيب قوة بديلة، يعني مثلا القوتين دول بيشدوا جسم كده مثلا، عايز تجيب قوة بديلة بدلهم اللي هي المحصلة، فيقول لك المحصلة دي بتساوي ايه؟ جذر قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جت اهي. ده قانون. يعني مثلا نفرض القوتين دول مثلا دي 50 نيوتن، قوة بتتقاس بالنيوتن، والقوة دي مثلا 30 نيوتن، والزاوية بينهم مثلا 60 درجة. قوم تعوض في القانون، جذر 50 تربيع زائد 30 تربيع زائد 2 في 50 في 30 جتا الزاوية اللي هي 60 بس، وتحسب ده على الآلة هيطلع لك مثلا 70، يبقى 70 نيوتن. ده لو تحسب مقدار المحصلة اللي إيه؟ يعني محصلة القوة البديلة بدل أمومة الكون. طيب لو عايز تجيب اتجاهها، اتجاهها إزاي؟ ما هو ممكن القوة اللي أنت هتشد بدالهم تكون من هنا أو تكون من هنا أو تكون من هنا. قال لك بسيط، قال لك اتجاه المحصلة مع القوة الأولى، يعني هذه المحصلة بيعملوا لها سهمين كده وبيسموها ح، اللي هي القوة اللي هتشد الدرج، اتجاهها مع القوة الأولى، مع القوة الأولى بيسموها زاوية ه، يعني هي بتعمل زاوية اسمها ه مع القوة الأولى. طب هي دي قانونها يقول لك إيه؟ يقول لك ظا ه يساوي، يعني اللي هي دي لها قانون عشان تقدر تجيبها، عشان تقدر تجيبها. بص لو هي بتعملها مع القوة الأولى، يقول لك حط القوة الأولى هنا تحت هنا، القانون بيقول كده. ولو هي بتعملها الزاويه دي عاملاها مع القوه الثانيه، حط القوه الثانيه تحت هنا. طب بتكتب فوق هنا ايه بقى؟ بص قاف 2 اللي هي القوه الثانيه جايه زائد قاف 2 جت هنا. هو قانون المفروض اقول لك احفظه، بس انا ايه بعرفك طريقه سهله الحفظ، يعني هو قال لي اتجاه المحصله مع القوه الاولى، حط انت قاف 1 هنا فوق قاف 2 جايه وتحت قاف 2 جت هنا، وتعوض وخلاص. قاف 2 عندك بكام؟ 30 جاية ايه اللي هي بكام؟ ايه اللي هي ب 60، ده الزاوية الأصلية دي ايه ب 60، على قاف واحد اللي هي 50 زائد قاف اتنين اللي هي 30 جت 60. وهتحسب الكلام ده كله على الآلة، هيقوم طالع لك مثلا ايه 3 وعلامة 4 كده مثلا. طب ده ظاهر ظاهر، أنا عايز زاوية هي نفسها، زاوية هي نفسها. أقوم جاي على الآلة بتاعتي عامل ايه؟ عامل شيفت تان، لان الظاهر شفت تان الاجابه اللي طلعت دي 3 4 مع 10، هتقوم طالع لك مثلا سي ان هي مثلا 40، طلع لك 40 يبقى زاويه هي بتساوي 40. يعني الكلام ده معناه ايه؟ ان المحصله دي مثلا بتعمل مع القوه الاولى زاويه 40 درجه، والمحصله نفسها مقدارها كام؟ يعني القوه اللي هتشد بدالهم الاثنين مقدارها كام؟ مقدارها 70 نيوتن. يعني عايز يقول لك ان انت لو عندك مثلا دي ترابيزه مثلا، وفي اتنين بيشدوها، واحد بيشدها ب 50 وواحد بيشدها ب 30، انت ممكن تجيب واحد بدالهم بس يبدا من هنا، يعني بحيث اتجاهه يبقى عامل زاويه 40 مع القوه الاولى، ويكون مقداره 70 هيشدها بدالهم هما الاثنين، هيشدها بدالهم. التمارين على الكلام ده اللي هي صفحه، في عندك صفحه 33 في الكتاب بتاع المعاصر في الاسئله المقاليه، اللي هو ثانيا للاسئله المقاليه، هتلاقي المساله رقم واحد. المسألة رقم واحد، أنت بتعمل زي الفيزياء، تكتب بيانات المسألة. الكلام ده صفحة 33 في كتاب المعاصر. بيقول لي أول مسألة إيه؟ توجد مقدار تجاه فوق محصلة قوتين متعامدتين. أنا قوتين عامل كده. قف واحد أو قف اتنين. متعامدتين يعني الزاوية بينهم 90. طب أكتب أنا البيانات دي. القوة الأولى بكام؟ قال القوة الأولى ب 80، القوة الثانية بكام؟ ب 15. طيب وتؤثران في نقطة مادية، الزاوية بينهم كده اللي هي إيه؟ هتبقى 90 درجة. والزاوية بينهم 90 لأنهم متعامدتين. طيب
انت عايز المحصله هو كان اصغر قيمه للمحصله؟ لا عايز المحصله. طالما بقول لك اوجد المحصله هتجيب انت المحصله واتجاهها. المحصله قانونها بيقول كده. كتب القانون وعوض فيه خلاص. جاز طف واحد يبقى 8 تربيع، 15 تربيع زائد 2 في 8 في 15. طبعا دول مزنوقين في بعض كده على المضروبين. في جتا ايه اللي هي جتا 90. حاسب الليله دي كلها على الاله واطلعها، هو جاب الاجابات طالعه 17. المحصله بقى بتبقى يا اما بالنيوتن يا بالثقل كيلو جرام. ده الوحده اللي بيقيسوها بيها يعني. هو جايب انا بالثقل كيلو جرام، خلاص ماشيها ثقل كيلو جرام. طيب اتجاه المحصله بقى، ما هي دلوقتي المحصله هتبقى 17. يعني القوه دي كانت 8، القوه عامه بيحطها في دايره كده، والقوه دي كانت 15. المحصله طلعت كام؟ طلعت 17 زي ما انا قلت لك، بتبقى يعني ايه وسط كده. طيب طيب يعني المحصله دي. طب المحصله دي هتعمل زاويه كام مع القوه الاولى؟ زاويه كام هنا مع القوه الاولى؟ قال لك بسيط، تكتب قانون ظاهر يساوي، تحط القوه الاولى تحت هنا، تحط هنا قاف 2 جايه، تحط هنا قاف 2 جايه تاني، وعوض وخلاص. قاف 2 عندك 15 جايه هي جايه 90، قاف 1 8، قاف 2 ب 15 جايه هي جايه 90. هتحسب الكلام ده على الآلة هيطلع لك مثلا 1.7 مثلا. تقوم انت عامل شيفت تان بالآلة، شيفت تان، قام طالع ايه؟ وشيفت تان وتعمل ايه؟ ولو عايز تجيبها بالدرجات والدقائق والثواني زي ما هو جايبها تعمل لها كوم، شيفت تان للإجابة اللي طلعت دي. مش كده؟ وتعمل ايه؟ وتجيبها بقى بالايه؟ بعد ما تعملها تعمل كوما. الكوما دي هتقسمها لك درجات ودقائق وثواني، تقول لك الإجابة دي كام؟ اللي هي 61 وكام و55 دقيقة، قالها هتطلع لك كده و39 ثانية. تقوم قايل له انت اتجاه المحصلة مع القوة الأولى، أو تصنع مع القوة الأولى كام؟ زاوية 61 درجة و55 دقيقة و39 ثانية. يعني معنى كده ان المحصله بتعمل لها زاويه 61 هنا مع القوه الاولى. بتميل يعني انت ممكن تشد الجسم بدل الجسم اهو، بدل القوتين دول انت ممكن تستبدلهم بقوه بس تروح بالاتجاه ده. الاتجاه ده كان يعتبر، لو انت شفت اتجاه القوه الاولى كانت كده مثلا، الاتجاه ده هتلاقيه عامل زاويه 61 درجه مع القوه الاولى. يقول لك القوتين تحصلان في نقطه ماديه إذا كان أكبر قيمة لمحصلته. خد بالك بقى القوتين، يعني هذه مثلا ما ممكن تلاقي مثلا قوة 7، القوة دي مثلا 5، تلاقي المحصلة بتاعتهم تلاقيها وسط كده، هتلاقي مثلا 10. لكن عارف لو القوتين في اتجاهين، في اتجاه واحد يعني كده أهو مثلا، في اتجاه واحد كده، بتبقى محصلتهم كبيرة. كبيرة إزاي؟ يعني تلاقيهم إيه؟ دي 7 ودي 5، تلاقي المحصلة 12. المحصلة بتاعتهم تلاقي 12، يعني مجموع القوتين. طب لو هما في اتجاهين متضادين، يعني واحدة كده واحدة كده، دي 7 ودي 5، تلاقي المحصلة الطرح بتاعهم يعني تلاقي 2، يعني هنا كانت 7 كانت 5 تلاقي 12. فده يقول لك أكبر مقدار لمحصلة إن يكونوا في نفس الاتجاه، مش واحدة كده بقى واحدة كده. طيب ويعني الزاوية بينهم تحس إنها إيه؟ صفر، مفيش زاوية بينهم. دي بيكون الزاوية بينهم تقريبا 180، يعني مش تقريبا، هي 180 فعلا، لانهم في اتجاهين متضادين. فبتلاقي المحصلة ازاي بيعملوها ناقص، يعني مثلا ايه، وهتلاقيها في اتجاه القوة الكبيرة، يعني هتلاقي المحصلة 2. جت منين ال2؟ 7 ناقص 5. فلذلك بقى قال لك لو اكبر محصلة يقصد بها مجموع القوتين، ولو اصغر محصلة يقصد بها طرح القوتين. فنشوف بقى المسألة بتقول ايه، بتقول ايه، وكان تؤثر في نقطة مادية، كان أكبر محصلة لهما، يعني معناها مجموع القوتين 17، دي أكبر محصلة لهما. وكانت أصغر محصلة لهما 7، يعني معناها لما تطرحهم
تطلع الإجابة 7. يوجد القوتين. طب ما دي كده بحل معادلتين مع بعض، بس بدل س وص قاف واحد وقاف اتنين، فاهم؟ بحلهم ازاي مع بعض؟ لو انت جمعت المعادلتين على طول، انت لو جمعت دي مع دي عايز تسميهم س وص براحتك، واحد وواحد اتنين قاف واحد، وموجب قاف اتنين وسالب قاف اتنين بيروحوا مع بعض، 7 و17 يديك 24. طيب ودي الاتنين بالقسمة يبقى قاف واحد هتلاقي بتساوي 12، هتبقى الاتنين بالقسمة. طيب عايز تجيب بقى، انت جبت قاف بقاف واحد، عوض هنا هات قاف اتنين، يعني 12 هتكتب بقى بدل قاف واحد قاف اتنين يساوي 17، هتكتب بدل قاف واحد تكتب 12، وانقل 12 بعكس الإشارة يبقى قاف اتنين بتساوي 17 ناقص 12 يبقى قاف اتنين بيساوي 5. بس بقول يوجد القوتين، والقوتين هم 12 و5، يعني القوتين دول كانوا 12 و5. فعلا لو انت جيت بصيت، او لو دي 12 ودي 5 هيبقى كان ايه؟ آه بس المحصله بتاعتهم ممكن تلاقي هنا مثلا 13 مثلا، ولكن اكبر محصله لهم هنا هتلاقي 17 فعلا، اللي هم في نفس الاتجاه، او 12 و5 17. طيب لو اقل محصله لهم، لو دي 12 دي 5، لا اطرح اطرحهم من بعض، 12 ناقص 5 هيدي لك 7، يبقى المحصلة هتلاقي 7. وبص الناحية دي هي القوة الأكبر، تمام؟ هي القوة رقم 3 في صفحة 33 بيقول لي إيه؟ قوتان متساويتان في المقدار. طب متساويتان في المقدار يعني إيه؟ يعني هما الاتنين اسمهم قاف مثلا، هما الاتنين اسمهم إيه؟ يعني ما اسمهمش قاف واحد وقاف اتنين بقى، لا هما الاتنين اسمهم قاف، هما الاتنين عايز تسميهم مين ماشي، تسميهم مين ماشي، بس يفضل القوة بنسميها قاف. يعني معنى كده طالما قال لي متساويتان يعني قاف واحد هنسميها قاف، وقاف اثنين برضه هنسميها قاف. طب هما الاثنين متساويتين، لا عايز تسمي قاف واحد تسميها سين، وقاف اثنين تساوي سين، ماشي مفيش مشكله، المهم حاجتين متساويتين. مقدار محصلتهم، اداني المحصله 4 جازت 3، وقياس الزاوية بين اتجاه إحدى القوتين والمحصلة 30 درجة، يعني من الآخر اللي هي الهي 30 درجة. ما هو الزاوية بين المحصلة وإحدى القوتين يعني إيه؟ هذه القوة الأولى مثلا اسمها قاف، القوة الثانية مثلا اسمها قاف برضه، عشان هما اللي بتساوي فيه، أو دي سين ودي سين مش فارق. الزاوية بقى بين المحصلة كده كده، دايما المحصلة بتبقى في النص كده. المحصلة كام؟ 4 جزم 3. هي القوة مقدار القوة بتكون دايرة كده. بيقول لك اتجاه الزاوية بين المحصلة والقوة الأولى 30 درجة، يعني الزاوية اللي هي اللي هي اسمها هي دي 30 درجة. يبقى المطلوب يوجد مقدار أو قوتين. مفيش مشكلة. مقدار القوتين، طب ما أنا عندي المحصلة والجلية، معوض في قانون المحصلة. قانون المحصلة إيه؟ جاز قاف واحد تربيع، يعني قاف واحد تربيع، قاف اتنين تربيع، اتنين قاف واحد، قاف اتنين جتاوي. هو مشكلة القانون ده حاجة بس واحدة، إنك هتيجي تعوض الحاء بأربعة جذر تلاتة، جذر قاف واحد إحنا مسمينها قاف، يبقى قاف تربيع، ودي قاف تربيع، اتنين قاف في قاف، ما هي دي هتبقى قاف ودي قاف، هتيجي اتنين قاف تربيع. كذا ليه مش موجود؟ ده القانون كده مش عارف اعوض فيه اصلا، مش عارف اطلع منه حاجه، لان انا عندي مجاهيل، عندي قاف وعندي ليه، عندي كذا مجهول. قال لك طيب ما طب ما تشتغل على الايه؟ ما انت عندك قانون تاني بتاع الظاهر، عندك قانون تاني بتاع الظاهر، شو قانون بيقول ظاهر بيساوي، حط القوه الاولى تحت هنا، المحصله مع القوه مش فارقة القوة الأولى بقى للتانية، لأن هما الاتنين قد بعض أساسا. طب انا عايز اسال سؤال، هو ليه ما اجمعش القاف؟ يعني هم كلهم نفس الاس، ليه ما اجمعهمش سوا؟ أنا هجمعهم بس يعني تبقى 4 قاف تربيع أنا جتا عارف، ايه بس مثلا؟ أنت هتعرف تطلع حاجة يعني، أصل أنت هي ما عندكش هي أصلا، خلاص أنت هتتعب نفسك تمام وتجمع بس مش هتعرف تطلع حاجة بالقانون. تمام ماشي. بس أنت فهمت الفكرة إيه؟ ما أنا معاك تجمع معاك، بس ما انت مش هتعرف تطلع حاجه من القانون اصلا.
لان هيبقى عندك برضو قاف و ايه حتى لو انت جمعت و يعني انا حتى لو انا جمعت انا عندي برضو قاف و ايه فنفس المشكله قائمه عندك مجهولين اتنين قاف تربيع وقاف تربيع اتنين قاف تربيع اتنين قاف تربيع جت ايه مش هتعرف تطلع القاف مش هتعرف القانون المعادله مليانه مجهوله هتطلع القاف ازاي ده مجهولين او القاف دي طب ما احنا عندنا قانون تاني نجربه كده يمكن يجيبها معانا اهو في قانون بيقول ايه ظاهر يساوي ايه يساوي قاف جاية ماشي قاف جاية قاف جاية على قاف اتنين جات ايه هنا زائد قاف واحد طيب انا عندي الهي بكام عندي الهي ب 30 وممكن برضه نسيب المعادله دي اذن برضه نستخدمها يعني نسيبها عادي قاف اتنين جاي ظاهر عندي بكام؟ ب 30 طيب قاف اتنين جاي هنبقى يعني قاف وانا برضو ما عنديش ليه برضو نفس المشكله قائم القاف هي برضو دي بقاف زائد قاف جت اهي طيب ظا 30 لو انا جبتها على الاله لو انا جبتها على الاله هتقول لي جذر التقسيم على هتقول لك جذر 3 على 3 او هتقول لك 1 على جذر 3 ليه جذر 3 على 3 يعني جذر 3 على 3 القاف جاي ناقص الزاوية ناقص الزاوية قاف جاي طيب انا ممكن اعمل ايه؟ اعمل مقص بص ممكن اعمل مقص الثلاثة ده يبقى ثلاثة قاف جاي جذر ثلاثة ده طبعا جذر ثلاثة الضرب ده جذر ثلاثة قاف جاي طيب لو انت لاحظت حاجة جميلة قوي في المعادلة دي أنا ممكن أقسم المعادلة كلها على إيه؟ على قاف كلها على قاف إيه؟ ما هي فيها إيه؟ كلها قاف يبقى قاف على قاف على قاف قاف الشيب يبقى المسألة بقت كده ثلاثة جاي بتساوي جذر 3 زائد جذر 3 جت اهي معلش معايا 3 جاي زائد جذر 3 جاي طيب انا ممكن اقوم معاهم بايه بقى؟ انا ممكن اقوم معاهم بايه؟ احنا ما خدناش بالنا من حاجه ان القوتين اصلا متساويتين طالما القوتين متساويتين يبقى المحصله في النص بالظبط ما بينهم يعني دي 30 يبقى دي كلها 30 يبقى دي 30 برضه الزاويه دي 30 يبقى كده الزاويه بين القوتين اللي هي الايه 60 اللي هي ب 60 فانا كان ممكن ان انا لو طيب بص يا مستر، سامع سامع يا مستر، اللي هي سامع. ب 60 بص يا مستر، انت امسح السبوره، امسح السبوره ووقف اعملها تاني تسجيل، وبعدين ابدا تسجيل تاني. لا اعملها من الاول عشان يعني لو كنا هنلاقي المسألة تاني على أساس إيه القوتين هو قال لي أصلا متساويتين يعني قاف واحد كانت بقاف وقاف اتنين كانت برضه بقاف طيب هو قال لي إن الزاوية بين المحصلة والقوة الأولى 30 يعني أدي المحصلة إيه الزاوية بينها وبين القوة الأولى 30 ما خدتش بالي أنا من حتة متساويتين 30 المحصلة بتكون منصفة المسافة بينهم بالظبط الزاوية ما بينهم بالظبط يعني دي 30 يبقى دي 30 الزاوية دي كلها 60 يبقى الايه 60 يبقى طالما القوتين متساويتين يبقى الايه اللي هي ب 60 ماشي انا اشتغلت فيها حل على طول ونسيت حته ان طالما المحصله بين قوتين متساويتين يبقى ايه الزاويه كلها ما بينهم 60 طب انا كده ممكن اعوض في القانون ح بيساوي جذر ق 1 تربيع زائد ق 2 تربيع زائد 2 ق 1 ق 2 كده ممكن اعوض الح هو مدالي ب 4 جذر 3 اصلا هو مديها لي ب 4 جذر 3 انا عوض بس ب 4 جذر 3 يساوي جذر قاف واحد اصلا بقاف يبقى قاف تربيع زائد قاف تربيع زائد 2 قاف في قاف جتا 60 كده انا ممكن بقى ايه 4 جذر 3 تساوي جذر نجمع دول قاف وقاف يبقى 2 قاف تربيع ما بنجمعش الاسس طبعا وده مع نفسه هنا ده مع نفسه انا ممكن اضرب هنا الاثنين في جتا 60 لو انا ضربت 2 في جتا 60 هتبقى بواحد وقاف في قاف بقاف تربيع
يعني قاف قاف وقاف تربيع، والاثنين بجدها 60 بواحد، يعني كأني بقول واحد قاف تربيع واحد قاف تربيع. لو انا جمعت دول ايه اللي هيحصل؟ يبقى 4 جذر 3 بيساوي جذر 3 قاف تربيع. طب انا ممكن اخلص من الجذر ده ازاي؟ اعمل تربيع هنا وتربيع هنا. طيب لو انا عملت التربيع هنا ده يبقى كام؟ 48. ولو عملت التربيع هنا يبقى 3 قاف تربيع. عشان اخلص بس من الجذر ده يبقى نودي الثلاثة بالقسمة، يبقى قاف تربيع هتساوي 16. ناخد الجذر، طبعا مش هنحط موجب او سالب بقى، دي قوة خلاص، هي تطلع قاف ب 4 صفر كيلو جرام. وطبعا هما القوتين قد بعض اصلا، يبقى كل واحدة فيهم هتبقى كل واحدة فيهم هتبقى ب 4.